خبر اولي عدنا عن قمر مارو وردها على كلام اليارا مارو والمقطع اللي نزلته انا يا حبايب. فقمر ما نزلت على حسبه بالانستغرام شيت ستوريات بهذه الاستوريا صارت تقول بها انه هي استوى قامت من النوم وشافت المقطع مالتي وصارت تكذب الكلام اللي قالته يارا مار وان هي ابدا مو مهدده من فريق نور مار. طبعا هم الاشخاص صاروا يتسالون انه اكيد هي مهدده فلهذا اجبروها انه هي تطلع تقول هذا الكلام. انا يا حبايب مجرد ناخذ اخبار ما وقف في اي احد مجرد ناخذ اخبار ومشاكل اليوتيوبر واحاول ابين لكم من هو الصح ومن هو الغلط ويا بعض قاعد نكتشف اشياء. وبالنسبه رد على الاشخاص اللي قاعدين يتهجمون على يارا مار انه هي تريد مشاهدات ما هذا الشيء مو حقيقي لان يارا مار فعليا تريد تجيب مشاهدات مشان هي طلعت وحكت بالموضوع مو انا طلعت حكت بالموضوع اساسا هي موضوع قمر مشان تريد تحكي بيه بس صراحه انا حكيت فيه مجرد دفاع عن بنت بلدي. وحسب ما سمعتوا هواي اشياء اكدوا لي ان الموضوع المهدد هو موضوع حقيقي واتاكدت عليه من مصادر كلش خاصه. هلا حبايبي شلونكم؟ طبعا اول شيء ما عليكم شكلي بس ما صار لي ساعه من قعدت من النوم. صدق اللي قال تجيك التهايم وانت نايم. انتوا اذكياء ما قدر اقول لكم هالشغله بس هذا حكي لبعض العالم ما قدر تطلعوا تصدقون اي شيء يطلع علي حكي. لانه كل هذا اي احد يريد مشاهدات بس يحط اسم قمر بالعنوان او يحط صوره قمر ويحكي حكي على لساني اني ما حاتيته حيحصل مشاهدات صح لو لا؟ فاي شيء اني ما حاتيته ولا اني مأكدته ما قدر تصدقون. كلها مو مشاهدات وانا ما رح تطلع احكي اصلا لانه موضوع تافه يعني موضوع تافه يعني بس انه قلت يلا خل اطلع اوضح للبعض العالم اللي مصدقين هالشغلات وبس احبكم. بالنسبة لأشخاص يسألون حاليا شنو المفروض ان احنا نسوي مجرد علي يا حبايبي ان احنا ننتظر انه الله يساعد هالمظلومة اللي ابوها متوفى الله يرحمه. اذا كانت هي فعلا مظلومة اكيد هذا الشيء راح يبين بيه الايام يا حبايب. كل ما علينا هو ننتظر رد نورمار على الموضوع هل فعلا هو راح يرد او لا. فلهذا يا حبايبي اتمنى بالكل يشترك بقناة عمود اذا رد راسنا نقول لكم الخبر ونقول لكم الموضوع اذا هو فعلا يعني شنو راح يرد شنو راح يقول. مثل ما يقولون يا حبايب الايام هي تكشف من هو الكذاب فلا تنسون يا حبايب ان تشتركوا بالقناه وننتظر شنو راح يصير. وصلنا هنا وصلت المقطع من مقطع عجبكم تحطون لايك تشتركوا بالقناه عشان تكون فيديو زي مقطع من مثل القصص. مع السلامه.